صباح الخير، صباح السعادة وصباح البسمة فعليا اللي عم ترتسم على وجوهنا تلقائيا مجرد ما عم نشوف الأطفال، عم نحكي معاهم، عم نتحدث معهم، عم ناخذ هاي الطاقة الإيجابية. فعليا مقولة إنه فعلا ممكن يكون رفقة الأطفال هي فيها شفاء للروح حقيقية 100%. رجعنا مع لين ورجعنا مع المبدع المتألق اليوم معنا زيد قرعومة. زيد موهبة فنية، صوته بياخد العقل، غنى لي تحت الهواء، مش بغني بس غنى خفيف، بغني طرب. كيفك زيد؟ والله بخير الحمد لله. شو أخبارك؟ كل سنة وأنت سالم. وأنت سالم. اليوم مبسوط إنه اليوم العالمي لإلكم أنتم الأطفال. إيش بتقول للأطفال اللي عم بيحضرونا؟ أو أهاليهم أو العالم؟ زيد قلت لي أنت كيف عرفت انه صوتك حلو؟ انا شخصيا طبعا هلا رح تحكموا انتوا عليه بس صوته بجنن، كيف عرفت انه صوتك حلو؟ كنت يعني بضل اغني بالبيت وامي وابوي كانوا يحبوا صوتي، ففي يعني واحد ابوه مؤلف وهو بغني. اوكي. فكان يغني وانا كنت اغني بصوت واطي، يقول لي غني بصوت عالي، غنيت وقال لي والله صوتك حلو وبلشت. يعني حتى زيد وهو وانت عم تحكي معي صوتك فيه بحة حلوة، صح لين؟ بدك تقولي لنا شو رأيك بصوت زيد هلا؟ طب يلا نسمعه، يلا خلينا نسمعك يا زيد، غني لنا. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والجلال والبهاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ سمك تبلغ سمك. موطني موطني. شو رأيك لين؟ بجنن. 10 على 10. سمعتوا لين شو قالت؟ بجنن. وإحنا حكينا الأطفال بيحكوا الصدق دايما، ما بيعرفوا أبدا يخبوا، صح؟ لين أنت كمان بتغني، بدك تغني لنا هيك شقفة صغيرة تذكر إشي؟ يلا غني. أنا بتقولي هلأ رأيك صوت لين كمان، اليوم عندنا اختبارات. يلا يا لولو غني. أيوة زي الفنانين. بدك المايك؟ هاي المايك يلا عشان تعيشي الأجواء. يلا لا مش هيك يا لينا، لا مش بالبيت شو هالحيطان، أزعجت الجيران، زومبا لك مو معقول، زومبا زومبا على طول، بدي أرتاح هذا بيت أشباح. لا مش هيك يا لينا، مش بالبيت شو هالحيطان، أزعجت الجيران. لولو لين عندها فيديوز هي وزينة وناتالي، هاي الفيديوهات فيها كلها تمثيل وحركة، مش زيك انت بتغني طرب. احكي لي هلا بدي اسمع منك كمان مرة زيد اغاني، بس قولي انت بس تكبر بدك تصير فنان ان شاء الله، بدك تسمع صوتك لكل الناس. مين القدوة والنموذج اللي هلا عم بتشوفه وحاسس انك حابب يعني تصير زيه نوعا ما؟ صراحة اخفش او اصيل هميم. طب مين يعني اسماء عم تحكي عن إشي كبير، يعني كيف يعني كيف تاثرت فيهم؟ شو اللي اهلك بيسمعوهم، والدك بيسمعهم؟ انا واخواني بنسمع. انت واخوانك. طب شو بدك تغنينا هلا زيد كمان؟ غني لك حبيبي انت وينك من زمان. يا سلام، حبيبي انت وينك من زمان. يلا حبيبي انت وينك من زمان، انا قد لي مراعي لك سنين. حبيبي أنت وينك من زمان، أنا قد لي مراعي لك سنين. غرامك أنت جنني جنان وخلاني أمير العاشقين. مرادي أنت حان الوصل حان، وليلة يا أمان الخايفين. حبيبي أنت وينك من زمان. الله على زيد.
اكدتي على انه صوته حلو. برافو. تمام. طيب اليوم العالمي للاطفال، انتوا الاثنين بدكم هلا تقولوا لكل اللي عم بشوفونا بدنا نروح لفاصل وبدنا نرجع. زيد قرعومة شكرا كثير، وايضا لولو حبيبه قلبي لين، يلا احكوا للمشاهدين فاصل وراجعين. فاصل وراجعين. يلا.